نرحب بنجم الاغنيه الشعبيه معانا الفنان طارق الشيخ. اهلا وسهلا بيك، كل سنه وانت طيب. يا اهلا بيك وكل سنه وانت طيب، واخبار اليوم بخير ان شاء الله. سنه سعيده ان شاء الله عليك، وتحقق فيها اللي انت ما عرفتش تحققه في 2013، وتكون وش السعد ان شاء الله. يا رب ان شاء الله تبقى وش السعد علينا، وان شاء الله كده يبقى معانا الفريق السيسي ان شاء الله. ان شاء الله النهارده وانت نازل في حمله كمل جميلك لتأييد فكره ترشيح الفريق فتحي السيسي رئيس للجمهوريه، عايزين نعرف منك يعني بعد الاستفتاء على الدستور، وبعد ما الشعب ضاف شرائط جديده ليه، شرائط الصندوق، قول لنا انت علقت ازاي على الاستفتاء بتاع الدستور بالنسبه اللي جت. لا والله احنا يعني احنا الدستور بالنسبه لي نعم ان شاء الله، الحمد لله يعني، واحنا بنتمنى من ربنا طبعا يعني مشاركه الفريق السيسي في انتخابات رئاسه الجمهوريه، وان شاء الله تتم على خير ان شاء الله يعني. طيب انت تؤيد فكره ترشيح الفريق بالتاسيس لماذا؟ لا طبعا بايد فكرته يعني، بايده وببصم بالعشره، وعامل له حاجه اسمها كمل جميلك ان شاء الله برضه. ممكن نسمع منها حته اكبر يعني ان شاء الله، احنا نسمعها دلوقتي كلنا ان شاء الله هنا. ماشي. طيب طارق بيحضر ايه الفتره اللي جايه؟ يعني بقى محضر في الالبوم بتاعي ان شاء الله. طيب وتواصلت لحد كام اغنيه سجلتهم لحد يعني دلوقتي ولا ايه؟ قربت على وشك الانتهاء منه ان شاء الله. يعني طب عايزين نعرف اخر اخبار طارق الشيخ حصري. يعني هو ان شاء الله هو دي الحصري دي بتاعنا ان شاء الله. كمل جميلك ان شاء الله. شكرا جدا، نورتنا طارق. يا رب يخليك.